السلام عليكم. النهاردة حبايبي ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا للغدا. هنعمل اللحمة بالبصل بطريقة جميلة قوي وتتبيلة حلوة فعلا، غير لما نسلق اللحمة ونحمرها ده طعم تاني خالص. هنا انا عملتها وقدمتها مع رز بسمتي، ممكن تعملوها مع مكرونة او رز بشعرية. ونبدأ نقول بسم الله. معايا هنا معلقتين من السمنة البلدي، بيبقى طعمها حلو جدا مع اللحمة، غير لما نشوح اللحمة في الزيت ونقلب. نحطها طبعا على نار عالية ونفضل على طول نقلب في اللحمة لغاية لما تاخد لون حلو، وطبعا ادنى فيها على طول بحيث انها ما تتحرقش، اوعى تسعى عليها يعني. ونقلب فيها حبة كويسين، وهي هنا اللحمة بقت لونها كويس. هنا بصلة قطعتها ويدوبك لفتها بشوية ملح وفلفل، بتدي طعم حلو جدا مع اللحمة، غير لما نحط البصلة بحالها. والبهارات اللي هحطها معلقة بهارات لحمة، معلقة جنزبيل ورشة هيل وشوية فلفل أسمر وربع المعلقة من القرفة، ونقلب اللحمة فيها كويس. وعندي هنا طماطماية هنحطها برضو، بصراحة بتدي طعم حلو جدا للشوربة. وهنحط المية مغلية عليها نغطي اللحمة بيها، وهنغطي كمان الحلة ونسيبها على نار هادية لغاية لما اللحمة تستوي كويس. وهنا اللحمة بقت تمام، او لازم نختبرها الاول كده، بقت ممتازة. هبدأ هنا في المرحلة دي هحط لها الملح واسيبها كمان 5 دقايق برضو لغاية لما اللحمة تتشرب الملح بتاعها. وهنا انا كنت حطيت مع الشوربة قطعتين من العظم بتاع اللحمة، بجد بيدي طعم حلو جدا للشوربة. وهنا خلاص كده هنشيل اللحمة ونركنها على جنب لغاية لما نكمل بقية المكونات بتاعتنا. عندي هنا بطاطس، طبعا الكمية براحتكم، انا قطعت حوالي 3 كبار، قطعتها بسمك 1 سنتي، وهشوحها بس كده تشويحة بسيطة في الزيت بحيث انها تاخد درجة سوا خفيفة خالص. واول ما يبدأ لونها يصفر خفيف هنشيلها على طول ونحطها طبعا على مناديل المطبخ بحيث انها تتخلص من الزيت الزايد فيها. وهنا كمان هعمل برضو البصل، هحط برضو شوية زيت صغيرين او شوية سمنة. وانا قطعت 4 بصلات كبار، البصل بصراحة مع الوصفة ده بيبقى طعمه حلو قوي. ونشوح بس البصلة كده تشويحة بسيطة، اجمل حاجة فيها كمان البصلة بعد السوي بتبقى محافظة على نفسها، تبقاش مهرية. واحط هنا البهارات، عندي نص معلقة من الجنزبيل وشوية فلفل اسمر صغيرين ومعلقة صغيرة من البابريكا ونص المعلقة من البصل باودر والثوم باودر، ونشوح البصل في البهارات كويس. وهنا عندي فصين توم بس قطعتهم او تهرسوهم براحتكم، ونقلبهم مع البصل وشوية هنا 7 بهارات، واي نوع فلفل عندكم، اي كمية انتوا حابينها برضو ممكن تضيفوا عليها شرايح جزر، برضو هتديلها ان شاء الله طعم حلو. وهنا 3 طماطمات وسط بشرتهم بالمبشرة على الجهة الناعمة او الصغيرة بحيث انها تنزل الطماطم وفي نفس الوقت احجز القشر عنها. ونقلبها كويس وهنغطيها وهنسيبها يعني حوالي 2 3 دقايق. طبعا نظبط الملح بتاعنا، وهنا بعد ما غطيتها وسبتها 2 دقايق تغلي مع نفسها وكده خلاص هنطفي النار، مش عاوزين البصل يتهري ولا حاجة. هنحط بس شوية بصل صغيرين في الأرضية، وهبدأ أرص عليها قطع البطاطس. وفعلا البطاطس كمان مع الوصفة دي تبقى حلوة جدا، طبعا ممكن تكتروا الكمية براحتكم. هنرصها كلها حتى لو طبقتين فوق بعض مفيش أي مشاكل ليها. و
وهنزل عليها كمان شوية برضو من البصل بحيث انها تتشرب من تتبيلته. حلو، تدي لها طعم جميل جدا. نحاول ان احنا نغطيه. وهحط هنا دلوقتي اللحمة، وبرده بعد اللحمة هنحط بقية البصل بتاعنا بحيث انه يغطي اللحمة. وبعد ما نحط البصل كمان هنقوم جايبين كوباية ونص من الشوربة او مغرفتين اي حاجة، وهنسقي بيها بس الصينية ونغطيها ونحطها في الفرن على درجة 200 على الرف التاني من تحت. نسيبها حوالي نص ساعة لغاية لما تغلي كويس مع نفسها، وبعد كده هنرفع بس الورق الفويل بحيث انها تتحمر، والفرن شغال من تحت بس مش هنشغل من فوق خالص. وادي كده شكلها بعد ما انتهت، بجد حلوة جدا. البطاطس تبقى دايبة قوي مع البصل، واللحمة كمان شاربة من البصل، طعمها فعلا حلو يعني بصراحة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، بجد الاكلة جميلة. واتمنى طبعا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل، ودمتم جميعا في امان الله. مع السلامة.